هل تكن منكم أمة يدعون إلى الخير. تتعدد الأيام أي أيامنا الوطنية لتدل على عظمة ثورتنا وعظمة الشعب الذي فجرها. فنحن اليوم عندما ننادي بأن اليوم الجزائر بحاجة إلى كل أبنائها حتى يمضوا لإنجاح المحطة المقبلة محطة الرئاسيات، ليست لأن هذه المحطة ليست محطة عادية، بل لا بد أن نقرأها في سياق السنوات الماضية ونبدأ بسنوات عاشت فيها الجزائر الكثير من الاستفاق والكثير من الاستقطاب الذي كان يهدد مستقبل الجزائر، إلا أن الشعب الجزائري قال كلمته، والشعب الجزائري شعب دوما يكون في إطار انطلاق ندوات تحسيسية عبر كافة ربوع الوطن تحت شعار أشارك من أجل وطني. هذه اللقاءات الموجهة لكل فئات وشرائح المجتمع الجزائري والتي تستهدف خصوصا فئة الشباب، الهدف منها هو رفع الوعي لدى الشباب بأهمية المحطة الانتخابية المقبلة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية شهر سبتمبر المقبل، وهي محطة الانتخابات الرئاسية. طبعا الحديث على هذه المحطة يعتبر بالغ الأهمية باعتبار أنها جاءت بعد فترة صعبة عاشتها الجزائر في الانتخابات الرئاسية السابقة. فاليوم الجزائر تعرف استقرار وتعرف الكثير من المكتسبات التي تحققت وتجسدت على أرض الميدان ومست جميع شرائح المجتمع الجزائري، وبالتالي نريد أن نترجم هذا الرضا الذي يعيشه الشعب الجزائري على ما تحقق من إنجازات، وأيضا هذه الطموحات التي لا يزال الجزائريون يريدون أن تتحقق في المرحلة المقبلة بالفعل الانتخابي الذي يجسد الإرادة الشعبية الحقيقية ويجسد أيضا الديمقراطية الحقيقية التي اليوم الجزائر خطت فيها خطوات هامة. فستكون هذه المحطة الانتخابية المقبلة محطة هامة، محطة لكل الجزائريين يعبرون فيهم عن وطنيتهم الصادقة وعن سلوك المواطنة الفاعلة، باعتبار الفعل الانتخابي هو تعبير عن الرأي وهو سلوك حضاري اليوم تعبر به كل شعوب العالم عن رأيها. فستكون هذه المحطة محطة هامة، عرس انتخابي حقيقي من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات والمضي بالجزائري إلى مزيد من المكاسب التي تحققت في الفترة الأخيرة، ونطمح إلى أن تتحقق المزيد منها في السنوات المقبلة إن شاء الله. نداؤنا لكل الجزائريين بأن الانتخابات المقبلة هي انتخابات ليست معنية بها فئة دون أخرى، بل هي انتخابات وهي محطة لكل الشعب الجزائري، هي حلقة من حلقات مكاسب هذا الوطن.